الحمد لله 2018 كلها دازت عندي نجاحات، كلها دازت عندي معرفة في حوايج اخرين، كلها دازت عندي بتجربة يعني كي في الميدان ديالي ديال الدومين ديالي ديال الميك اب، يعني استفدت بزاف وتعلمت بزاف وتعرفت على الناس بزاف. وتنتمنى ان شاء الله 2019 حتى هي تكون سنة جديدة عليا وعلى المسلمين. يمكن الحوايج اللي ندمت عليهم هو الصراع بيني وبين الفنانة دنيا فاطمة، اللي صراحة ندمت على ان في هذا 2018 داز عندي في هذا البروبليم هذا، ولكن الحمد لله في حد ذاته في واحد المدة حيد داك الشيء، والحمد لله حاليا راني بخير، غادي مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. 2018 بصراحة مرت علي بالمأساة والبكاء وبزاف الحوايج، وكانت عندي ظروف، ونتمنى ان شاء الله في 2019 نتبدل وان شاء الله التوفيق ليا وتوفيق لجميع الناس ان شاء الله. اول حاجه الاصدقاء رفقاء السوء الاستغلاليين، ثاني حاجه بزاف ديال الاغلاط درتهم وكنتمنى ان شاء الله ما نعاودهمش ان شاء الله ان شاء الله. 2018 اون نيفو بروفيسيونيل كانت من احسن الاعوام اللي دازوا، لان كانت واحد الثمره ديال واحد الجهد اللي درتو لمده ديال 3 سنين ولا 4 سنين في الدومين باردون. فالحمد لله انا فرحان اليوم لان بدالة قدرت توصل عند الناس وتخرج من المغرب وتسمع في المغرب العربي وتسمع في بلايص، يعني هذا كيشرفني، وهذا الشيء اللي كيخلي ان 2018 كانت من احسن السنوات في المشوار الفني ديالي وحتى الحياه الشخصيه ديالي الحمد لله. 2019 كانت منا ان شاء الله نلقى داك النجاح اللي كانت منا في الحياه ديالي والكارير تمشي كيف ما كانت منا ان شاء الله يا ربي، وكانت منا الصحيحه وطول العمر والوالدين يكونوا بخير. هذا ما كان بالنسبه ل 2018 دازت عندي زوينه كأم وك يعني فنانه. كأم اكتشفت ان عندي بنيته صغيره عندها عام، يعني بدات كتحرك، بدات كنشوف شنو هي الامومه وشنو هي الطفوله ديال بنتي، نهار على نهار كدير حوايج جديده هكا زوينين، يعني نهار على نهار كنتعايش معها وكنعرف. وكفنانه انا بزاف الاعمال رجعت للمجال الفني، يعني بزاف ديال المشاريع ومشاركات هكا. ان شاء الله 2019 تدخل عليا وعلى المغاربه كاملين بالمزيد من النجاح والعطاء، وتكون سنه ديال السلم وديال التسامح، ودخل عليكم حتى نتوما بصحه والمزيد من العطاء في المجال ديالكم.